السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحبوا بالإخوة والأخوات المتابعين لنا سواء على الموقع الإلكتروني forgision.com أو على صفحة فيسبوك forgision أو على قناة اليوتيوب forgision. تنشكر جميع الإخوة والأخوات اللي تساندونا بالتعليقات ديالهم، تنشكر جميع الإخوة والأخوات اللي تبارطاجيو الكوغ ديالنا باش نستافد منهم أكثر عدد ممكن. forgision أكاديمي، هاد الأيامات هادي مابقيناش نحطو لي فيديو، حنا منشغلين كما تعرفوا هذه البيريود ديال البيلون، منشغلين بالبيلون ديال لي سوسيتي، كذلك منشغلين بالتجهيز ديال المقر ديال فورجيسيون اكاديمي ان شاء الله. كذلك تنحاولوا نجددوا في السيت ونديروا سيت جديد ان شاء الله باش يمكن لينا اننا نوصلوا لاكثر عدد ممكن من المشاهدين، اكثر عدد ممكن من المستفيدين، نوصلوا اننا نوصلوا المعلومه بطريقه سهله بسيطه وسريعه في الاستيعاب. نتمنوا من الناس كاملين اللي تشاهدونا او تتابعونا انهم يبارطاجيو معنا هاد لي زانفورماسيون هادو باش المعلومات توصل لعدد كبير من الطلبه. كما تنقولوا حنا شحال هادي ما كنا اونلاين، تنبرر هاد التعطال ديالنا بهاد الفيديو هذا ديال لي كارد كونفيرسيون اللي حاولت ندير فيه اقصى حد ممكن من الشرح ديال لي كارد كونفيرسيون، طبعا من خلال طلبات ديال العديد من الطلبه اللي هما تيراسلونا تيقولنا بغينا نعرفوا اكثر على هاد لي كارد كونفيرسيون. حاولوا نديروا هذا الفيديو هذا، نتمنوا انكم تستافدوا معنا فيه، نتمنوا انكم تبارطاجيوه، نتمنوا انكم تساندونا بالتعليقات ديالكم، ونخليكم مع الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لي كارد دو كونفيرسيون، لي كارد دو كونفيرسيون هاد الكونت تلقاو في بلون كونطابل تيخدموا به غير لي سوسيتي ديال لامبو والاكسبور، حيت هما اللي تيديروا تيكون عندهم ليكار، الفرق ما بين العملات اللي تاديو بها يعني العمله النقديه، يعني ليكار هو الفرق، كونفيرسيون هو ديال التحويل، يعني فرق التحويل، فرق التحويل فاش في العمله ما بين بلد وبلد. مثلا اذا كان عندي لامبور اي انا تنستورد سلعه، طبعا غنستوردها من عند فورنيسور اترونجي، واحد فورنيسور اللي هو خارج المغرب، هاد فورنيسور اللي خارج المغرب غيكون تيتسني دي ديت يعني الديون، مادام باع لي واحد السلعه غيكون تيتسني. كذلك الا كنت ندير ليكسبور، فانا تنصدر سلعه برا المغرب، لما نصدرها غنبيعها للكليون اترونجي يعني كليون برا المغرب، طبعا انا كنت نتسالو دي كريونس، اذا هنا لي ديت فورنيسور اترونجي تسني دي ديت، والكليون اترونجي تنتسالو دي كريونس، طبعا الكليون بعث ليه درت ليكسبور بعث خارج المغرب درت التصدير ولامبور درت الاستيراد. فاش غنجيو لغيكلومون غنجيو للخلاص، الا كان الكليون والفورنيسور فما ديك اليوم فورنيسور اترونجي ما عندوش نفس العمله اللي تتعاملوا بها في المغرب اللي هي الدرهم، اذا غنتعامل معاهم اما بالدولار او غنتعاملوا بالاورو، وهادو بجوجهم فهم تيختلفوا على الدرهم من ناحيه القيمه الماليه، كما تعرفوا ان الدولار والاورو والدرهم فهم مختلفين من ناحيه القيمه الماليه، هما كل عمله ديال منطقه معينه، وحنا الدرهم فهو العمله المغربيه، والاورو فهو العمله ديال اوروبا، والدولار ديال العمله ديال امريكا مثلا، تيكونوا مختلفين ما عندهمش نفس القيمه الماليه. فهاد الحاله هذه تكون عندي واحد ليكار دو كونفيرسيون، واحد الاختلاف فاش التحويل ديال العملات. شكون اللي غيحدد ليا شحال تنشري؟ لا ديم. هنا فهاد الحاله هذه تنستند لا ديم اللي هي لا ديكلاراسيون اينيك دو مارشانديز، اي واحد تيدير تيصدر سلعه او تيستورد شي سلعه فهو تياخذ من بين الوراق اللي تحصل عليهم في الديوانه، هي واحد الورقه ديال لاديم اللي هي تابعه لوزاره الماليه. هاد لاديم هادي هي تتمكنني باش نعرف انا القيمه ديال السلعه اللي بعتها في ذاك الوقت شحال القيمه ديالها بالدرهم، او السلعه اللي شريتها شحال القيمه ديالها بالدرهم. طبعا فاش انا تنشري شي سلعه مثلا مع عند شي فورنيسور اللي كاين هو في امريكان، مفترض ان الفورنيسور عندنا في امريكان غيبيع لي بالدولار، ديك الساعه اللي باع لي بالدولار وتسلمت من عنده انا ديك السلعه شحال كانت القيمة ديال الدولار بالنسبة للدرهم، هو باع لي مثلا بخمسين ألف دولار، خمسين ألف دولار شحال كانت قيمة الدولار الواحد باش نعرف أنا بالدرهم شحال ديك الساعة تساوي ديك السلعة اللي شريت، أو كذلك الفورنيس الكليون اللي بعت لي أنا السلعة درت لي ليكسبور باش نعرف أنا شحال الثمن ديالها ديك الساعة. هنا تنستندو علاش على واحد الثقة تتسمى لا ديم، لا ديكلاراسيون اينيك دو مارشانديز، واللي غنشوفوها دابا واحد ليكزومبل ديالها هو على الشكل هذا. هنا التاريخ ديال لا ديم يعني لو 2 4 2005، هنا كما تشوفوا بالاورو القيمه ديال السلعه 42,622.02 اورو،
شحال ديك الساعه لو طو دو شونج بالدرهم شحال تساوي الاورو 11.068000 هذا هو القيمه ديال الدرهم بالاورو يعني القيمه ديال الاورو بالدرهم كل اورو تعطيني القيمه ديالو هنا القيمه الاجماليه بالدرهم يعني 42622.02 الا شديتيها وضربتيها في هذه القيمه ديال 11.068 غتعطيك هذه القيمه هذه يعني 42622.02 تتساوي ديك الساعه درهم هنا تعطوك شحال تساوي الدولار ديك الساعه او الاورو هنا كما تشوفوا هاد لابيم فهي فيها الاورو يعني ديك النهار ديال 2/4/2005 تساوي الاورو 11.068 باش نعرف انا شحال تساوي عندي الاورو وتنشد توتال ديال المونطون بالاورو وتنضربو في لوطو دو شونج يعني شحال تساوي بالدرهم تعطيني التوتال ديال الدرهم كله اللي هو هنا 471741 لي كارت دو كونفيرسيون اكتيف كاين لي كارت دو كونفيرسيون اكتيف ولي كارت دو كونفيرسيون باسيف ديال كلاس 2 وكلاس 1 وهادو بجوجهم تخدموا بهم فاش لونغ تيرم يعني اللي كنا خدمنا مع شي كليون ولا فورنيسور وغنخلصوا يعني يعني لا سيونس دي ريغلومون مده الاداء تتفوت عام لونغ تيرم تنخدم بلي كارت كونفيرسيون اللي كاينين في كلاس 2 واللي كاين في كلاس 1 اما بالنسبه لي كارت كونفيرسيون اكتيف ديال ليليمون سيركيلون اللي هو كاين في كلاس 3 كذلك لي كارت كونفيرسيون باسيف ليليمون سيركيلون اللي كاين في كلاس 4 هادو تخدموا بهم كور تيرم يعني في الاداء او المارشانديز اللي بعناها السلعه اللي بعناها واللي شريناها غتخلص في قل من عام يعني هنا كور تيرم وهنا لونغ تيرم لونغ تيرم كور تيرم يعني هاد الجوج هادو تيصلحوا امتى الا كنا درنا مع الكليون يعني كونطرا ديال بيمون ديال ولا كونطرا ديال ريغلومون مع الكليون الفورنيسور ديالنا غتكون اكثر من عام غنخدموا بهاد لي دو كونط اللي كاينين في كلاس 2 هادو هما الريبريك ديالهم 27 و 17 والا كنا غنخدموا مع شي فورنيسور كليون غنتخلصوا في المده ديال اقل من عام فانا هنا غنخدموا بهاد لي دو كونط اللي كاينين في كلاس 3 وفي كلاس 4 ايكارت دو كونفيرسيون اكتيف ايكارت دو كونفيرسيون بوسيبل لكن هما عندهم نفس المبدا ونفس لي زيكريتور خصنا غير نفهموا البرينسيپ حنا دابا غنحاولوا نتبازاو على هاد الجوج هادو اللي هما تكونوا بزاف اللي هما كور تيرم وغنحاولوا نشرحوهم بدقه ان شاء الله بالنسبه لايكارت دو كونفيرسيون اكتيف ايليمون سيركيلون تنقسم لجوج الى مشيو بلون كونطابل غتشوفوهم عندنا 37.01 اللي هو ديمينيسيون دي كريون سيركيلون وعندنا 37.02 اللي هي لوغمونطاسيون دي ديت سيركيلون هنا بغينا نفهموا واحد المساله الا بعت انا مثلا شكلي بعت لشي كليون برا المغرب هذاك كنت نتسالو دي كريونس يعني تنتسالو هذوك الكريونس اللي تنتسالو الا طلعوا راه انا ربحت يعني شنو كاين ولا هبطوا رانا خسرت هنا كاين ديمينيسيون دي كريونس سيركيلون يعني هنا مختصه فاش بلا ديمينيسيون يعني فاش ينزل هذا الكونط هذا تخدم به الا نزل ديك المونطون ديال الكريونس مثلا انا الكليون بعت لي ب 5 دولار و 5 دولار تتساوي ديك الساعه 100 درهم يعني تنتسالو 100 درهم الوقت اللي غيجي مثلا يبغي يخلصني الدولار هبط 5 دولار ولا تتساوي 90 درهم انا شنو وقع لي خسرت واحد 10 درهم يعني ولات عندي واحد ديمينيسيون دي كريونس سيركيلون كذلك لي ديت الا شريت مع شي فورنيسور الا شريت مع شي فورنيسور تبقى تسالني داكشي اللي تسالني هما لي ديت هذوك لي ديت يقدروا يطلعوا يقدروا يهبطوا حيت كما قلنا حنا العمله ديال الاورو او الدولار بارابور مع الدرهم المغربي ما كاينش واحد الاستقرار يعني طو دو شونج ديما تيتبدل هذوك لي ديت الا هبطوا انا ربحت ولا طلعوا انا راه خسرت العكس ديال الكريونس الكريونس الا هبطوا انا خسرت ولا طلعوا انا ربحت حيت الكريونس هما الفلوس اللي تنتسالهم للكليان الا هبطت القيمه ديالهم انا راه خسرت ولا طلعت القيمه ديالهم انا ربحت اما بالنسبه للي دات فهما الديون اللي تيتسالوني لي فورنيسور الا القيمه ديالهم هبطات انا راه ربحت غنخلص قل ولا القيمه ديالهم طلعت انا راه خسرت غنخلص اكثر اذا هنا ايكار دو كونفيرسيون شنو فيه فيه غير الخسران يعني وقت ما تنخسر
تنخدم بهاد لي كارد دو كونفيرسيون. انا سوا غنخسر الا كانت ديمينيسيون ديال الكريونس، الا الديون اللي تنتسالهم الكليان ديالي هبطوا انا خسرت، او كانت لوغمونطاسيون ديال ديت سيركيلون الديون اللي تيتسالهم ليا الفورنيسور ديالي طلعوا. اذا هنا باش نكون عارف انا وقت ما غنخسر لو طو دو شونج غيتبدل ويكون ماشي الصالح ديالي، غنخدم بلي كارد كونفيرسيون ديال لاكتيف. اذا لي كارد كونفيرسيون ديال لاكتيف تخدم به امتى؟ الا كنت انا اللي خاسر، سواء نكون انا بعت الكليون وداكشي تنتسالو ليه نقص الثمن ديالو وغيت تما يكون هنا في ديمينيسيون دي كريونس، الكريونس نقص اذا انا خسرت، او غيكون الفورنيسور اللي باع ليا ولا بمونطاسيون دي ديت هذوك الدين اللي تنتسالو ليه طلع اللي تسالو ليا طلع، اذا انا وليت نخلص اكثر اذا هنا خسرت. اذا باش بقى عاقر انا لي كارد كونفيرسيون اللي كاين في لاكتيف راه تيعني ليا انني راه خاسر ماشي رابح. لي كارد كونفيرسيون باسيف، لي كارد كونفيرسيون باسيف تعني ليا انني رابح. هذا كارد كونفيرسيون اكتيف كيف لاكتيف راه خسرت، ولي كارد كونفيرسيون اللي كاين في باسيف راه ربحت. غربح انا امتى؟ غيكون عندي اما في هذا الكونط هذا اللي هو 4701 لوغمونطاسيون دو كريون سيركيلون، كنت نتسالو وطلع الكريونس واحد كليان بعت ليه، وكنت نتسالو واحد الكريونس ديال 1000 درهم اللي هي 1000 دولار مثلا، من بعد فاش بغى يخلصني هذيك 1000 درهم ولات 1200 درهم. في هذه الحاله انني ربحت واحد 200 درهم. اذا شنو طرا هنا؟ ولات عندي واحد لوغمونطاسيون في الكريونس، الا وقع لي لوغمونطاسيون في الكريونس اذا انا ربحت. كذلك بالنسبه لي ديت، الا وقع واحد ديمينيسيون بالنسبه لي ديت فانا ربحت، الا هبطوا لي ديت ديالي انا ربحت. لي ديت هما داكشي اللي تسالوني لي فورنيسور، ولي كريونس هما داكشي اللي تنتسال للكليون. اذا انا شنو هنا نبقى نعرف ندير واحد برينسيپ في دماغي، الا الكريونس هبطوا راه انا خسرت، ولا الكريونس طلعوا راه انا ربحت، حيت داك المونطون ديال الكريونس هو المونطون اللي غنتسلمو مع عند الكليون ديالي. كذلك بالنسبه لي ديت اللي هما الديون اللي عليا بالنسبه للفورنيسور، الا لي ديت ديالي طلعوا راه انا خسرت، والا لي ديت ديالي هبطوا راه انا ربحت. لي ديت العكس ديال الكريونس. غير باش ناكد لك واحد المساله، ان ديما لي كارد كونفيرسيون ديال لاكتيف راه تكون مع الخسران، ولي كارد كونفيرسيون باسيف تكون مع الرباح. غير تشوف انت هذاك الرباح عندك واش على الفونت، الا كان على الفونت تخدم بالكريونس بهادي، او الا كانت على لاشا راه تخدم بهاد الكونت ديال ديمينيسيون دي ديت سيركيلون. كذلك الخسران، الا خسرتي على الرباح، الا خسرتي على البيع راه تخدم ديمينيسيون دي كريونس سيركيلون، ولا خسرتي على لوبيراسيون ديال لاشا راه تخدم بلوغمونطاسيون دي ديت سيركيلون. هذا اللي كاين دابا خصك ميتريزيهم، انني الا تعاملت مع شي فورنيسور ولا كليون ايترونجي وتزاد عليا، مثلا تعاملت مع كليون ايترونجي وكنت تنتسالو وديك الديل تنتسالو فاش يخلصني ولا قل، اذا غنخدم انا بلي كارد كونفيرسيون اللي كاين في كلاس 3 اللي خاص بلي كريونس. كذلك واحد الفورنيسور باع ليا السلعه وفاش جيت نخلصو غنخلصو، فاش جيت نحسب غنخلصو غنخلصو في الوقت ديال انه ديك الثمن طلع، اذا ديت ولا اكثر غنخدم لوغمونطاسيون ديت سيركيلون بهذا الكونط هذا اللي هما بجوجهم داخلين في كارد كونفيرسيون. كذلك بالنسبه لكارد كونفيرسيون باسيف هادو العكس، الا ربحت وهاد لي كارد كونفيرسيون راه ما تيدارو بالنسبه للسوسيتي ديال لامبور والاكسبور اول حاجه، وثاني حاجه ما تنخدم بهم حتى لاخر العام، بقاو عاقلين تنخدم بهم حتى لاخر العام. اما الا كنت وسط العام وبعت وشريت وتبدل لو طو دو شونج، يعني تبدلات القيمه الماليه ديال المونطون ديالي بالنسبه للدولار والاورو والدرهم، فهاد الحاجه خدموا بواحد لي دو كونط اللي كنت سابقا شرحتهم في واحد الدرس اللي هما غان دو شونج و بيرت دو شونج. لكن لي كارت كونفيرسيون امتى تنخدم بهم؟ تنخدم بهم الا كنت شي كليون او فورنيسور ايترونجي تنتعامل معاهم وجا لاخر العام، يعني 31 دوز وباقي ما تخلصتش من عندهم، باقي ما تخلصتش من عندهم، تنخدم بهاد لي كارت دو كونفيرسيون، يعني تنخدم بهم لي كارت كونفيرسيون في لو 31 دوز، يعني تيدخلوا في لي زوبيراسيون ديال لانفونتير، تنحدد بهم واش انا غنربح ولا غنخسر، يعني تنشوف تنيفاليوي تنقيس الفونت ديالي في الوقت اللي بعت ليه، والفونت ديالي حاليا دابا في الريغلومون ديال 31 شهر 12، يعني هادو كلهم داخلين فاش غير في البروبابيليتي. هاد لي كارت كونفيرسيون يعني راه بحال قلتي واحد كونستاتاسيون ديال بيرت بروبابل او ديال غان بروبابل،
يعني واحد ليكروتور ديال ربح محتمل او خساره محتمله. يعني تخدم بهم حتى 31 في شهر 12. وحنا عندنا هنا في واحد في هذا الفيديو واحد لابليكاسيون اللي نخدموها ان شاء الله من الاول حتى الاخر. بالنسبه لابليكاسيون ها هي L'entreprise Top Négoce a réalisé une vente 1 à crédit en septembre 2013 et une autre vente 2 en octobre de la même année. Yani hna wahed l'entreprise smita Négoce ba'at wahed deux ventes. Vente 1 ba'atha f septembre et vente 2 darta f octobre. F nefs l'am li houa 2013. Chacun de ces deux ventes est de 1000 dollars américains. Joujou ba'atou 1000 dollars américains. يعني نخدمو هنا على الدولار مع الدرهم المغربي. لو كور دو دولار سيليف ريسبكتيفمون ا يعني على التوالي 9.45 درهم اي 9.10 درهم. 9.45 درهم بالنسبه للفونت الاولاني يعني اون سبتمبر و 9.10 درهم الفونت الثاني اللي هو ديال لوكتوبر. لو كور دو دولار سيليف ريسبكتيفمون ا 9.45 درهم اي 9.10 درهم en septembre et octobre 2013. يعني هذاك الفونت اللي باعو في سبتمبر كان ديك الساعه القيمه ديال الدولار تتساوي 9.45 درهم. والفونت اللي باعو في اكتوبر كان القيمه ديال الدولار تتساوي 9.10 ديال الدرهم. لو كور او 31 ديسمبر 2013 اي دو 9.25. في الجيل الاخر ديال العام حنا ما بعنا ما تخلصناش. بعنا امتى؟ في سبتمبر اكتوبر. فجينا ديسمبر في 31 ديسمبر هنا غنأريطيو ليكزارسيس ديالنا غنديرو لاغي ديال ليكزارسيس. شنو خصني نشوف ديك الساعة شحال ولات القيمة ديال الدولار؟ في 31 ديسمبر الدولار ولات 9.25 درهم. إذا هنا غنخدم بليكارد كونفيرسيون هنا هذا هو وقتهم 31 ديسمبر. من بعد قالك لي دو كليون غيكل لوغ كريونس أون مارس 2014 في شهر 3. Le cours du dollar à cette date s'élève à 9.35. Yani, le mars 2014, au mars 2014, le dollar est à l'heure de la date 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 de la date. هنا باقي ما تخلصناش غير الدولار اللي بعنا شحال كان تيساوي ديك الساعه الدولار بالنسبه للدرهم المغربي. في 31 ديسمبر اللي هو الوقت اللي خدم به في لي كارت كونفيرسيون كما قلنا هاد لي كارت كونفيرسيون تنخدموهم حتى 31 ديسمبر يعني في الاخر ديال العام تيدخلوا في زيكريتور ديال لافونتير. كان ديك الساعه الدولار 9.25 درهم. من بعد فاش جاو خلصونا في مارس 2014 الدولار ولا تيساوي 9.35. وقت الخلاص فاش خلصونا خلصونا هما ب 9.35 درهم لكل دولار. ترافاي افير باسي تو لي زيكريتور كونطابل حنا غندوزوهم ان شاء الله بواحد بواحد وبالشرح وبالتدقيق ان شاء الله. سوليسيون اول حاجه لونغيستخومون دو لافونت لونتري. اول حاجه غندوز لي زيكريتور ديال الفونت. فوالا كما تعرفوا ان الفونت من تنبيع لشي كليون برا المغرب فانا تنبيع ليه اور تاكس ما تنبيعش بالتي تي سي يعني ليكسبور. لي زوبيراسيون ديال ليكسبور كاملين تيكونوا اور تاكس لان ليكسبورتاسيون تدار اور تاكس. اي شركه تتبيع برا المغرب المنتوج ديالها برا المغرب فهي تتبيعو اور تاكس تتبيعوش بالتي فيا. ولكن حنا تنديرو لامبور تنشريو من شي شركه من برا المغرب اون كاد لاشا غنشريو بلا تي فيا لكن في الديوانه غنخلصو التي فيا. تنبيع بلا تي فيا لكن من تنشري تنشري حتى مع الفورنيسور ايترونجي تنشري عنده بلا تي فيا. لكن من توصل الديوانه تنخلص الفخي ديال تي فيا. لكن اون كاد فونت تنبيع اور تاكس ما تنخلص والو. غندوز الفونت ديالي فونت دو مارشانديز على ايترونجي الكونت ديالها 71 13 مع كليون كليون 1 ولا هو الكونت ديال كليون 34 21. وغنزيد انا 1 غنعطيه واحد لو سو كونت غنخدم به بالنسبه لكليون 1. هاد لوبيراسيون ديال فونت ا كريدي كليون 1 اللي هي داز فاش في سبتمبر تسعود داز بشحال 9450 مزيان اللي هي هادي 9450 منين جبتها 1000 دولار اللي قلنا اننا بعنا لهم 1000 دولار والثمن ديال الدولار ديك الساعه فاش بعنا 9.45 درهم يعني 1000 في
49 غتساوي 9450. ها هي جات تشوفوها هنا. بالنسبه للفون الثاني اللي دازت في 10/2013 الكليون 2، نفس لوبيراسيون غندوزها بالنسبه للكليون 2، لكن اختلاف فاش في المونطون، حيت في شهر 10 الثمن ديال الدولار ولا تساوي 9.10. اذا نشد 1000 دولار نضربها في 9.10 غتعطي 9100. كما شفنا عندنا حنا دو كليون، واحد بعنا ليه في سبتمبر وواحد بعنا ليه في اكتوبر، وبجوجهم هاد لي فونت بعناهم ب 1000 دولار. لكن 1000 دولار في المره شحال تساوي بالنسبه للدرهم؟ حيت كما تعرفوا نتوما الدولار والاورو ما عندهمش واحد طو فيكس، يعني فاريابل ديما تيتحول. يعني فاش حنا بعنا ليهم بعنا الاولاني في شهر 9 1000 دولار، كان ديك الساعه الدولار تساوي 9.45، اذا بعنا ليه حنا ب 9450. الثاني اللي بعنا ليه في شهر 10 الدولار تساوي 9.10، اذا بعدنا حنا بشحال 1000 دولار اللي ضربناه في 9.10 طلعت 9010. مزيان، اول اوبيراسيون هي ديال الفونت اللي خصنا انريجستريها. من بعد لاجوستمون، يعني لاجوستمون هو التحويل، لاجوستمون هو التحويل ديال اش، لاجوستمون دو كريونس. هنا غنشوفوا التثبيت والتحويل ديال الكريونس واش في لو 31/12/2013 على انفونتير، يعني في الاخر ديال العام كما قلنا. هنا فين غيدخلوا لي زيكار دو كونفيرسيون، لي زيكار دو كونفيرسيون امتى تيدخلوا؟ نعاودها عاوتاني، تيدخلوا في الاخر ديال العام، تندوزو في لوبيراسيون في الاخر ديال العام، لمن لي كليون ولي فورنيسور اترونجي اللي بعنا ليهم في ديك العام وباقي ما خلصوناش، غيخرج العام وما يخلصوناش. كما تشوفوا هنا ربعنا في 9/10/2013 وجات 31/12 وباقي ما تخلصناش. اذا شنو غنديروا حنا؟ غنديروا واحد الكونستاتاسيون ديال بيرت ولا كا بروبابل، يعني حنا غنشوفوا هنا واش في 31/12 شحال ولا ساوي الدولار، ونعاودوا نديروا واحد الكريتور ديال لي كارت كونفيرسيون، يعني واش هاد الدولار هذا غيربحنا ولا غيخسرنا دابا لو طو دو شونج ديالو. مزيان، الكريتور غدوز بالنسبه للكليون الاول. كما شفتوا الكليون الاول شحال؟ اش قالوا لنا هما؟ ولا ديك الساعه 25 بالنسبه في الاخر ديال العام 31/12 كما في ليكزارسيس اللي قلنا ان الثمن ديال الدولار ولا 9.25. اذا الكليون الاول 1000 دولار ضربناها في 9.25 ولات عندي 9250 في شهر 12 في 31/12 الدولار ولا ساوي 9.25 شفناها في لابليكاسيون. اذا شحال ولات القيمه اللي تنتسالو؟ 9250. وشحال كنت انا شبعت لي تنتسالو؟ 9450. اذا هنا كنت نتسالو 9450 وفي الاخر ديال العام ولات 9250. ربحت ولا خسرت؟ طبعا هنا عندي الخسران، يعني دي مونيسيون ديال اش ديال 200، واحد الفرق ديال 200، يعني الكريون هبط ب 200، ديك المونطون اللي تنتسالو ليه نقص ب 200 200 درهم. بالنسبه للكليون 2 نفس القضيه، في الاخر ديال العام الدولار 9.25 اللي ولا 9250، وانا فاش بعت لي شحال كنساوي الدولار؟ 9.10، يعني كنت انا تنتسالو 9100، ودابا شحال ولات تنتسالو في الاخر ديال العام؟ 9250. هنا واش تزاد داكشي الفلوس المقدار تنتسالو تزاد ولا نقص؟ يعني عندي هنا واحد لوغمونطاسيون ولا ديمينيسيون. طبعا عندي لوغمونطاسيون، كانت 9100 تنتسالو ولات تنتسالو 9250، اذا عندي اوغمونطاسيون ديالاش ديال 150 درهم اللي هو الفرق. هاد 200 درهم وهاد 150 درهم ديال الفرق اللي عندي في الاخر ديال العام في 31/12/2013 خصني ندوز لهم الكريتور ديالهم اللي غدوز بلي كارت كونفيرسيون واللي هي هادي، غندوزها في 31/12/2013. غنديبيتي لو كونت بالنسبه للكليون 1، غنديبيتي لو كونت اي كارت كونفيرسيون اللي هو 37.01، وهذا قلت لك فاش نكونوا خاسرين في الكريونس. 37.01 اي كارت كونفيرسيون اللي ديال لاكتيف اللي هو فيه ديمينيسيون، وغنسولدي لو كونت كليون ب 200 درهم حيت خسرت معاه 200 درهم. هاد 200 درهم خصها تنقص تحيد لي هنا سي لاجوستمون دو لا كريونس دو كليون 1، حيت قلنا حنا لي كارت كونفيرسيون اكتيف فاش تنخسرو تنخدمو بلي كارت كونفيرسيون اكتيف، وفاش تنربحو تنخدمو بلي كارت كونفيرسيون باسيف. هنا دابا خسرنا، خدمنا بلي كارت كونفيرسيون اكتيف ديال 1. علاش 1؟ 37.01 تعني ليا ديال ديمينيسيون ديال كريونس، و 37.02 تعني ليا لوغمونطاسيون دو ديت. انا دابا هنا شنو طرا ليا؟ هذا كريونس حيت فونت، هاد الفونت اللي درت الكريونس اللي تنتسالو الدين اللي تنتسال الكليون ديالي هبط ب 200 درهم نقص. خصني ندوز هاد لوبيراسيون هادي اي كارت كونفيرسيون اكتيف في الديبي
ندوز 200 درهم ونكريديتي لو كونت ديال الكليون نفسو اللي هو 34 21 وواحد سو كونت اللي كدرت ليه نكريديتيه ب 200 درهم يعني غنقص ليه 200 درهم يعني نقصات هاد لا كريونس 200 درهم بالنسبه للدوزيام كليون دوزيام كليون قلنا ربحنا معاه 150 درهم اذا شنو غندير في نفس لا دات غنديبيتي لو كونت كليون 2 اللي هو 34 21 جوج وغان كريديتي لو كونت ديالها ايكارد كونفيرسيون باسيف حيت قلنا حنا فاش نربحو تاخذو ايكارد كونفيرسيون باسيف وفاش نخسرو ايكارد كونفيرسيون اكتيف نخدم ايكارد كونفيرسيون باسيف اللي هو فيه لوغمونطاسيون دو كريونس 47 01 وغندير 150 150 اللي ربحت مزيان هاد لوبيراسيون ديال الدوز في 31/12/2013 ما نساوش ندوزو هاد لوبيراسيون ديال اش ديال بيرت بروباب رجع معاك باش نوضح لك اكثر هنا فهذه خساره محتمله واش هادشي خسرتو معاه لا هادشي في 31/12/2013 شفت ديك الساعه لو كور ديال سميتو الدولار شحال يساوي الدولار هنا لقيت راسي واحد 200 درهم غادي نخسرها دوزتها بهاد لي كارت كونفيرسيون مادام دوزتها بلي كارت كونفيرسيون فهذه خساره محتمله تقدر تكون تقدر ما تكونش لكن مادام هي بانت لي كاينه خساره بيرت بروبابل وقت ما تنعرف انا كاين بيرت بروبابل تنتفكر لا بروفيزيون اذا غندوز البروفيزيون ديالها ما نساش ندوزو اذا غندوز هنا بريز او كونت دو لا بيرت بروبابل ان انفونتير ولا بدا في الاخر خي ندوز البروفيزيون ديال ديك 200 درهم غنديبيتي لو كونت 63 93 اللي هو دوتاسيون بروفيزيون ريسك اي شارج فينونسي 200 درهم وغنكريديتي لو كونت 15/16 اللي هو بروفيزيون بور بيرت دو شونج 200 درهم دوز ولا بدا بروفيزيون الا كانت عندي خص نقصان كانت عندي ديمينيسيون تندوز بروفيزيون كانت عندي لوغمونطاسيون ما تندوز والو لكن تلقى عقل الا كانت عندي لوغمونطاسيون بالنسبه للناس ديال الفيسكاليتي الا كانت عندي لوغمونطاسيون دوك المونطون ديال لوغمونطاسيون فهو تيتريانتيغرا في الطابلو ديال باساج دو ريزولتا تيتزاد كوم برودوي تيتريانتيغرا مع لي برودوي واخا هو ما ربحتوش القانون تيقول لي واخا هو ما ربحتيش غير ربح محتمل لكن انت او نيفو ديال ديكلاراسيون ديال لي اس في طابلو دو باساج دو ريزولتا خاصك تدخلو مع البرودوي ديك المونطون يعني ديك 150 درهم اللي ربحت انا اللي غتشوفوها دابا هنا هادي خصني نزيدها انا في طابلو دو باساج دو ريزولتا كونطابل ريزولتا فيسكال خصو يدخل هذا كوم برودوي خصو تي ريانتيغرا مع لي برودوي هذا خساره محتمله درت لها البروفيزيون ديالها هذا ربح محتمل يدخل في لي برودوي يعني غندخلو مع لي برودوي فاش بغينا نحسب لي اس غيتريانتيغرا في طابلو باساج دو ريزولتا كما قلنا والاخر اللي خساره محتمله غندوز ليه البروفيزيون ديالو مادام هو بيرت بروبابل غندوز ليه البروفيزيون ديالو باش ندوز بريسك اي شارج فينونسي غنديبيتي لو كونت 73 علاش باسكو هذا راه شارج فينونسي هاد الفلوس راه غنخسر فلوس 63 93 دوتاسيون بروفيزيون بور ريسك اي شارج فينونسي مع 15/16 اللي هو بروفيزيون بور بيرت دو شونج هادي تسمى constatation de la provision relative au client 1 هذه هي لي بيلي ديالها درت على constatation de la provision ديال اش ديال الكليون 1 ديك الخساره المحتمله مع الكليون 1 مزيان هنا contre passation du client العام الجاي 2014 هادشي اللي دوز قبيله دوزتو في 31/2013 في 2014 اش خصني ندير خصني ندير contre passation du client يعني هذاك لي زكريتو لي دوزت انا ديال لي زيكارد كونفيرسيون خصني ندير لانفيرس ديالهم انيليهم نحيدهم حيت فاش وصلنا ل 2014 حيد خصني نحيدهم انا كونستاتيتهم في 2012 في 2013 في 31/12/2013 فاش نجي ل 2014 خصني نحيدهم علاش انا كونستاتيتهم في 31/2013 دوزتهم في شهر 12/31/2013 باش نستافد من لي شارج ديالهم كوم دي بروفيزيون راه دوزتهم في البروفيزيون الا كنت خاسر نستافد في ديك الشارج دوز في البروفيزيون ولا كنت رابح ندخل ديك البرودوي ديالي مع لي برودوي اللي كاينين في الكالكول ديال لي اس فاش يجي العام الجاي اول اكريديو تندير انا تنانيليهم تنانيلي هذوك الكريديو ديال لي كارد كونفيرسيون حيت غيبقاو تابعيني مادام هما كاينين في كلاس 3 وفي كلاس 4 يبقاو في البيلون ويبقاو تابعيني يعني غيكونوا في الرابور ا نوفو يبقاو تابعيني خصني انا هذا العام العام 2014 انا اليوم باش غنانيليهم غندير كونتر باساسيون ديال ليكريتور غنعكس ليكريتور
انا كاش غنجيب كليون ديبي او كارد كونفرسيون اكتيف الكريدي بنفس المونطون طبعا لي بي لي كونتر باساسيون دي ليكريتور دي كارد كونفرسيون كذلك بالنسبه للدوزيام كليون اللي ربحت معاه حتى هو غنعكس لوبيراسيون غنديبيتي لو كور لو كونت اي كارد كونفرسيون باسيف اون كريديتي لو كونت كليون بنفس لي مونطون هذه اول حاجه خصني نديرها مزيان اون كاد ريغلومون نبداو من الاول اون سبتمبر 2013 اش كان 1000 دولار الدولار تساوي 9.45 يعني 9450 من بعد في مارس 2014 فاش خلصنا الدولار شحال ولا تساوي في لابليكاسيون قالوا لنا ولا تساوي 9.35 1000 يعني 1000 دولار في 9.35 قيمه الدولار في الوقت اللي تخلصنا فيه عطاتي 9350 حنا الوقت اللي بعنا كنا بعنا 9450 الوقت اللي غنتخلصوا نخلصوا ب 9350 اذا عندنا واحد الخساره ديال شحال 4450 ناقص 9350 اذا عندي واحد البيرت هاد البيرت الفرق بيناش 9450 اللي كنت غنبيع بها اللي بعت بها في لو سبتمبر 2013 و 9350 اللي تخلصت بها في مارس 2014 اذا الفرق ديال 100 هاد 100 درهم خسرتها بالنسبه للدوزيام كليون اكتوبر اللي بعث لي في اكتوبر 2013 اكتوبر 2013 نهار اللي بعث لي كان بعث لي ب 1000 دولار الدولار كتساوي 9.10 يعني كنت متالو 9100 درهم فاش خلصني حتى هو في مارس 2014 الدولار حتى هو ديك الساعه كان تساوي 9.35 يعني 1000 دولار 9.35 غتساوي 9350 انا نهار اللي بعث ليه كنت متسالو 9100 درهم الوقت اللي خلصني ب 9350 في هذه الحاله المونطو اللي خلصني به اكثر من المونطو اللي كنت متسالو اذا هنا ولا عندي كان ربحت كان ديالاش 9100 الفرق ما بين 9100 اللي كنت متسالو و 9350 اللي خلصني اللي هو الكان ديال 250 درهم هاد 250 درهم هي اللي ربحتها مع الكليون الثاني ليكريتور هنا فانا نخدمو بليكريتور ديال ولا لي كون ديال بيغ دو شونج او كان دو شونج اذا بيغ دو شونج او كان دو شونج نخدم بهم امتى او مومون دو ريغلومون وقت الخلاص ولي كارد كونفيرسيون امتى تخدم بهم في الوقت اللي تنكون بعت او شريت مع شي كليون ولا فورنيسور اترونجي وجا الاخر ديال العام وباقي ما خلصنيش وانا غنأريطي لو كونت غنأريطي لا كونطابيليتي ديالي ليكزيرس ديالي غادي نحبسو ديك الساعه تندير واحد بروبابيليتي ديال شحال ديك الساعه تنقدر او تنفالوريزي لو بري ديك الساعه يعني في لو 31 ديسمبر تنشوف لو 31 ديسمبر 2012 شحال كان تساوي الدولار وتندوز ديك لي زيكريتور باش بلي كارد كونفيرسيون سواء لي كارد كونفيرسيون اكتيف الا كنت الدولار هبط اذا كانت لي انا واحد الخساره او الكارد كونفيرسيون باسيف الا كان الدولار طلع ولات عندي واحد الربح في هذه الحاله هذه تخدم لي كارد كونفيرسيون يعني في 31 12 مي تنجيب انا هذوك لو طو ديال 31 12 كاين دي سيت تدخل لهم تعطيوك لو طو ديك الساعه تعطيوك الدولار شحال تساوي بالعمله المغربيه اي بالدرهم والاورو كذلك واي عمله تعطيوك شحال تساوي لو طو شونج ديالها من خلال تما تنتبازا وتندير الكريتور ديالي تيكون فيها لي كارت كونفيرسيون اما فوق الخلاص فانا تنخدم بالبيرت والكان دو شونج الفرق اللي ربحت ولا خسرته تيدخل اما بيرت دو شونج ولا كان دو شونج كما تشوفوا في الحاله ديال الاولى ديال الكليون كليون اف انا عندي بيرت دو شونج علاش حيت انا كليون ان شحال كتبعت ليه الفونت ب 9450 ها هي اللي كاينه ديك الساعه كان الدولار ساوي 9.45 فاش جا خلصني بشحال خلصني ب 9350 حيت الدولار ولا ساوي 9.35 اذا لا بونك ديالي شحال دخل ليها تنديبيت لو كونت بونك 5141 بونك باش ب 9350 وتنكريديتي لو كونت كليون 9450 باش نسولدي هاد لو كونت والفرق بيناتهم هو 100 درهم هاد 100 درهم انا خسرتها هذا هو بيغ دو شونج كلاس 6 63 فهي الروبريك ديال اش ديال لي شارج فينونسي يعني هنا غتكون عندي 63 31 بيغ دو شونج بهاد 100 درهم هادي هي اللي خسرتها ولي كريتور ديال اش ريغلومون ديفينيتيف ديال لا كريونس بالنسبه للدوزيام كليون اللي هو كليون 2 اللي كتبعت ليه 9100 اللي كان النهار اللي بعت ليه في شهر 10 بعت ليه ب 9100 يعني في اكتوبر
كانت 9.10 تساويلك ساعه دولار، بالنسبه للدرهم تساوي 9.10 دراهم، لكن نهار اللي خلصني في مارس كان الدولار يساوي 9.35، اذا ولت خلصني ب 9350. اذا الفرق هنا ربحت لوغمونطاسيون عندي، ما عنديش ديمينيسيون. بالنسبه في الاول عندي ديمينيسيون، في الثاني عندي لوغمونطاسيون. علاش؟ هنا في الاول خدمنا بالكونط ديال ديمينيسيون ديال بيرت اللي هو 63.31، دابا نخدم بالكونط ديال كا ربحت 250 درهم. كندوز لا بونك ديالي اللي هي دخل ليها 9350، هو الغيال، هو المونطو غيال اللي دخل عندي لا بونك. التوصل ديال الكونت كليون بالمونطو اللي كان عنده ديجا في لوبيراسيون ديال الفونت اللي هو 9100، والفرق بيناتهم تبقى اما كا ولا بيغ دو شونج. في هذه الحاله هذه فان المونطو تزاد، يعني ربحت يدخل كان دو شونج 73.31، يعني 73 هما لي برودوي فينونسي. اذا هنا ولا عندي كان دو شونج ربحت 250. اذا الكليون الاول خسرت معاه 100 درهم والكليون الثاني ربحت معاه 250. كما تلاحظوا هنا، هنا راه كاين ديفيرونس ما بين لي كارت كونفيرسيون. لي كارت كونفيرسيون غير شفنا لا سيتياسيون اكزاكت ديال لي كليون كريونسي معانا ولي فورنيسور، كذلك لي ديت ديال فورنيسور اترونجي ولي كريونس ديال لي كليون اترونجي شفناهم باش بلي كارت كونفيرسيون في شهر 12 في 31 12. هنا غتبقى لينا واحد المساله، واحد البروفيزيون ديجا كنا درنا لها كونستاتاسيون. الا كنتو متبعين معايا الفيديو من الاول، فاش كانت عندنا البيرت في لي كارت كونفيرسيون درنا واحد الكونستاتاسيون ديال البروفيزيون. هذيك البروفيزيون خصنا انوليها في 2014، يعني في لو 31/12 خصها تاني لا ريبريز، باش بروبريز ريبريز دو لا بروفيزيون انيسيالمون كونستاتي، يعني ديجا كونستاتي اللي كنا درنا لها كونستاتاسيون خصني دابا انولي هذيك البروفيزيون ديال اش ديال البيرت اللي كان في لي كارت كونفيرسيون، باش تاني لا بهاد لي دو كونط 15/16 بروفيزيون بور بيرت دو شونج، و تا كريديتي لو كونط ريبريز سور بروفيزيون بور ريبريز سور بروفيزيون بور reprise sur provision pour risque et charges financières. Reprise sur provision pour risque et charges financières. On a le montant 200 dirhams. On a 200 dirhams. Il y a une constatation. Chart Nash, elle fait ou toute tâche de provision. D'abord, on a une provision qui met à la fin de la provision. On a une EBH pour reprise. Et donc, on a une écriture d'IALI. Provision pour perte de change. Ma le compte repris sur provision pour risque et charges financières. Mizien. Nous d'abord une petite révision. On rejoint avec l'âge l'application. On détaille avec de cas. L'entreprise Top Negos a réalisé une vente 1 à crédit en septembre 2013. Une autre vente 2 en octobre de la même année. C'est l'opération de la vente. Faites l'opération de la vente. Je vais reçu les montants. Chacun de ces deux ventes est de 1000 dollars américains. Quand nous jugeons les ventes, tu as 1000 dollars américains. Le cours du dollar s'élève respectivement à 9,45 dirhams et 9,10 dirhams en septembre et octobre 2013. Yani, les ventes qui nous avons faites, qui nous en septembre, c'est $9,45 et nous en octobre, $9,10. اذا حنا غندوزو الفونت ديالنا بهاد لي طو هادو، غنشد 1000 ونضربها في 9.45 بالنسبه للكليون 1 اللي هو الفونت كانت في سبتمبر، وغنشد كذلك 1000 ونضربها في 9.10 وندوزها بالنسبه للكليون 2 اللي كانت الفونت ديالو في اكتوبر. وطبعا الفونت قلنا حنا ديال بالنسبه للكليون اترونجي تتكون بلا تي فيا، تتكون اوغ تاكس. رجعوا قالوا لنا شنو هو لو كور دو برومي لو 31 ديسمبر، قال لك لو كور او 31 ديسمبر 2013 اي دو 9.25 درهم. علاش عطاونا هاد الدوني هادي؟ حيت عرفوا ان حنا في الاخر ديال العام في 31 ديسمبر ولا بدا خصني ندوز لي كارت كونفيرسيون بالنسبه لي كليون ولي فورنيسور اترونجي، وهاديك الساعه خصني نعرف الكور ديال الدولار شحال يساوي. يساوي 9.25 درهم. اذا بجوج غندوزهم 9.25 درهم. كما تلاحظوا فاش درنا الفونت الاولاني 9.45 درهم ولا 9.25 درهم، اذا هنا نقص. اذا هنا غيكون عندي ديمينيسيون. الكليون الثاني بعنا ليه ب 9.10، هذيك الساعه الدولار كان 9.10 دراهم، وفي الاخر العام ولات 9.25 درهم. يعني هنا ولات عندي واحد لوغمونطاسيون. ملي تكون عندي ديمينيسيون اش نخدم؟ تخدم لي كارت كونفيرسيون اكتيف.
ومتى تكون عندي لوغمونطاسيون تخدم لي كارت كونفرسيون باسيف. بالنسبه جاو عاوتاني في الاخر قال لي دو كليون ريغلون ريغل لور كريونس اون مارس 2014، يعني امتى خلصونا؟ بجوجهم خلصونا في مارس 2014، ولكن ديك الساعه شحال كان داير الدولار؟ لو كور دو دولار ا سيت دات سيليف ا 9.35 درهم. اذا هنا ولا فاش خلصونا ولا 9.35 درهم. وندير عاوتاني تندير اش لا كومباريزون ما بين الدولار الوقت اللي خلصوني والوقت اللي بعت. النهار اللي بعت ب 9.45، النهار اللي خلصوني 9.35. اذا شنو وقع لي هنا؟ اذا هنا وقع لي واحد البيرت، هاد البيرت يتسمى بيرت دو شونج كلاس 6. النهار اللي دوزيام كليون النهار اللي بعت 9.10 والنهار اللي تخلص 9.35، اذا وقعت هنا واحد الكان ربحت تيتسمى كان دو شونج. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.